يبهج المحيا كرم بالمحاسن وكان عجر مخيوبيا نقص وانت السنين لو تكفلي سبعينيا يا المهمة تولي تسعين في الثلاثين كان هيج ليه الضمير نجبد لولودينا حتى يبان ليه الخدير كان كويلي عروق الحشمة كان مجيع ليه الدلوف عصري في التاجال ودي خياته الهتوف وبلي بصيت الحاجات والقنية والحلوف الله يرزقنا حلال انا عندي ظروف كوت انا اريد في مشاو ما كاين تواه ما يمكنش انا معطل ساعه انا ري يكونوا مشدودين هادو تشدوا واقيلين ولا باس اللي جيت معطل شوف حالي اخويا ونبدل السخنة بدل العقار بدل وجهك نود كثير نود ما شدوش يشدوني جوادي يشدني سعدي اللي والد لي الرشيرشي والنصابة لا حد ما بالي تا واحد عما شتيهمش صافي راه مشدودين وعلاش ما تكونش تايا الخرب اللي بيت مشدود في الكوميسارية وهاد الصباح عاد سيبوك عليا باليمين وباقي تبطاق يا تنخرج لك بارودة في قاتوشك آخر مرة توبة عبد الحليم حفيظ انت فين مشاو الإخوان؟ مشاو يصيدوا ما فضاريش رام في عرس القاضي في ديك الغويبة اش يصيدوا؟ الحلوف نوض ماشي هنا سير الغابة هاجي هالغابة أيها الأخوات أيها الإخوة جمعتكم اليوم في هذا السونتر ديالي باش نقول لكم أن السونتر ديالنا خاصو تشريد النفقات ترشيد نفقات يا دكتور الله يرزقها الصحة والسلامة ولهذا قررت بعض الاجتراءات الإجراءات ضرورية سعادة الدكتور وبغيت ندير الريكلام السونتر ديالي يا مخلوق ماشي السونتر هذه عيادة سعادة الدكتور وانتم شوفوا هذه المخلوقة عباد الله واش انا سير ندوي هو سير يدير لي في عمليه تجميل الكلامي وسير با تدير السونتر ديالك لهلا يسهل عليك وسميه اللي بغيتي ولا الناس عندهم مولدين دير حتى سبعه عندك الحق اسي طيبه فاش فهاد الشيء اللي قلتي داك الشيء علاش انا ساكت علاش اخويا انت ساكت تا ندير السونتر ديالي هاو ندوي ايوا الله يخليكم وقفوا معايا وكتلوا المجهودات ديالكم باش نديروا واحد الريكلام يكون متعبار قول لي سعاده المدير شنو هو الريكلام؟ الريكلام هو نخرجوا في الجورنان نطلصوا الحيوطه بتصاورنا ويوليو عندنا الكليان مقشقش كي الدبان. دبان؟ ايوا داك النهار قلت لي تبلاش منه الاشهار. واش هو كتعرف شنو هو الفرق ما بين الاشهار والريكلام يا عبد ربي؟ ويقول لنا الدراري سعادة المدير يدير الدعايه للعياده. دعيتك لله ولبيت الحيمر والكراكه. السيس خايفه. رانا نتفق معك اودي يا سي شطيبه. شكرا. وكنقول بان التريتور احسن من الطيابه وشوفوا مع من عايش انا علاش توني ضحكت رانا نسيت ورا ما كاين حد ويلا في حالاتنا معكس وظهرك معكس نهار جينا بغينا نقادو لك رجليك ما لقينا حد انا اللي قلت لهم ما تجيوش واش انا شاري لك الجول ديال الفرقه الاخرى والدراري مساكن يتعذبوا ويجيبوها لك مسقيه وتشد الكره انت والشبكه وفي الاخر تزقلها الا الكره اللي عوجع والكوداس اللي جريتي ليا حتى هي عوجع اييه وتيران محفار والباط تقلب اييه وما كاينش لك واحد القضيه داك البيت اللي كاين لي مع الدراري انا راه ما مرتاحش فيه او والدراري كيفيحوا بالليل كيعبطوا لي على جنيه داير زوم راه هما سبابي مزيان باش دي على التهرس الماتشات Thank you.
صافي مشات هاد الكاتبه سي نفيزه نفيزه نفيزه. ايوا اش هاد الشيء؟ تحولت والعطسه في بلادكم كي دايره؟ شكوت كوت. مرحبا بوليداتي. انتوما في البيت الحيمر وفي الكراكه وراكم في ملكي وفي حوزي. اش حبت الخاطر؟ بغينا نديروا واحد العمليه ديال التجميل والتقويم. ولكن كنتبانوا لي انتوما جوج وبغيتوا ديروا عمليه غير وحده. ما جاتش. علاش ما ديروش جوج العمليات ونعطيكم الثالثه فابور؟ وعلي. هي تكلموا ليا. يلا تا كل شانطي. تعال ولدي تعال. اجي تما هنا اجي زيد. مرحبا مرحبا يا ولاد الرحبة. نوفيسا. صباح هذا راه تيلي جايه معطله. قلت اخويا نقتصد اليوم وشديت الطوبيس. علاش لاله بغيتي ما تقتصدي مزيان؟ سكني هنا عند المدير. ومني انا غنسكن هنا؟ سعاده الدكتور غيخليني نسكن هنا. يبغي وليني بحال هكذا. شنو هي؟ يديرك سمانه ويعلقك ويكفرك. منين انتوما في الخوت؟ عبده. ولاد عمي الشرفه. هناكم زين وبنين ومليح وما يموتش وداروا منه الناس الديور والطنوبيلات. الله اودي تسمعوك شي؟ ايه كنحشم. ما تحشمش ولا انا نقي. ايه جيبوا عليا شي وجيبه مغيزه. ارا ايه سيدي احمد وسبع سلامات في سلام كان غادي سربان وبا يبا يبا وطلع دابي وسيدي حبيب وعلى قبلوبي تعساسة لما جاني وعلى قبلوبي تنمشي ونجي سيدي حبيبي والمعلم ايوا ايوا سيدي شطيبة ايوا ايوا طولتي الغيبة ايوا ايوا وبالي بيا الغدر عيبة غادي نبالي بكم. بغيت نسولك علاش عليك بهذا التجميل؟ زاكالو كيخلي الشبكة وكيجيبها في جمهور. رامي رامي من الرمال الكبار عندنا بحالو واحد الصياد معنا حطيت ليه حمار حاشاكم وزقلو. واش ضرب؟ الحياحة. قول لي يا وليدي كتجرو؟ كنجري. مزيان على طرف ديال الخبز. وانت اسكت راك غتجري على رزقك. لا هو من ناحية الجري كنجري انا هو دقيت شوية. أحن 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 وعلاش يا وليدي؟ ايوا لا تصوتش غنطير ليا الوحش. نعم غادي يركبوا لك واحد الكيت غتولي كتمشي ب 187 كيلومتر في الساعة. وإلا شدني الرادار؟ واخا فهو من صحاب الحال الرادار دريويش لا ما خدموش ما كيخدمش. وقولي يا سقيفة كيفاش توليتي بالناش خطير؟ أودي أشتي إذا قالوا هادشي معطيني من الصغر شحال هادي كنت نبنج ولاد أختي ولاد خويا ولاد أختي الأخرى اللي في فرنسا ولاد أختي الأخرين اللي عاد جاو من أوروبا وكنت نبنج خوتي من الوالد ومن الوالدة وكنت نبنج راسي وتات تبليت. ولكن كما يقول المثل المغربي المشهور إذا لن تأتي بالقدمي تأتي بالبنجي. واش هاد القضية؟ ولما بديت نعرف حتى لعبت مع الفرقة. شنو اللي عرفتي؟ البنج. البنج دابا راه قبل أي ماتش راه ضروري. دابا أنا ما تبنجت والله أنا لعبت مزيان. دابا راه كدوكا وعايدة كتدخل التيران كتولي الكرة في رجليك بحال زيت العود فيما ضربتيها كتمشي الشبكة. هاودي زكريا مزيان هي ديما رابحين حيت ملي كنفيقوا من البنج قدروا كاع لقاو راسنا خاسرين. اما هو المهم هو المشاركة والضحك. هاودي زكريا ثانيا الى ضحك والضحك اللي ضحكنا في الماتش والضحكة الكبيرة هو انا اللي داير في كراسي. ارقد دو خير والله دو. راه الاخوان الدكاتره خدامين فيه. انا بغيتو في المكان وكيف المكان يماركي واخا يكون دابا في السلطه. غير هو كيخصك تعاود ترجعو ليا من بعد ياك لاباس باش نعمل له الدياغنوستيك ونشوف واش لقى البالي ديال المشاكل طفاو. والمره الجايه نجيب لك الفرقه كامله. عندك اسيدي الفلترات ديال الزيت جوج فلتر ديال البرد
لي بلاكيت ديال السبرديلة. عندك لا باتونت؟ شنو هي لا باتونت؟ الضريبة. لا ما عنديش. إذا الضريبة زائد فلوس التامبر زائد فلوس المقدم والشيخ. جاتك ولدي 100,000 درهم. 100,000 ريال وانا راه الفرقه كامله ما طالعاش عليا بهذا الثمن. انا ما قلت لكش 100,000 ريال، انا قلت لك 100,000 درهم. وشحال جات بالريالات؟ 10 المليون. 10 المليون؟ ها ناري ما تنيرش ليا في ملكي وحوزي. هي نقولوا مبروك. اش داكشي؟ هذا شو صغاريت؟ انا ياها نعندو ياها نسيو السيركو ياها 100 درهم خاطر لنا نفوسه ديالنا. لك الله تراحة والله تفرحنا لك. سلكوا يا جيفين غادي. غادي نفرح المدير، غادي ننشط المدير. صبرتي تاعيتي وعطاك الله ولد الناس اللي يناسبك. من فمك لتيدي ربي. لا تصغري ديالك. هذاك الصغاري تاع الهبيل راه ديال العملية اللي نجحات. عارين يا درم. بح مشات عليك، دخلت لاكيت. أولا لا. اخويا التمر قلت لينا راه كيسخف. ما كتحبسوش من طليب والسعاية الله يستر. غتخلصني في لامان دوفر. البياس عليا. وشحال جات؟ كيلكو ريالات. ما تكون على خاطرك. الله يسعدك. عمر شي. نسيني. شوف انا غادي نديرو نو اون دوزابل. سير على الله. زوي. بارك الله فيك. تفضل. ولكن عندي لك واحد الطلب. نبغيكم تعلقوا التصاور ديالي التكتور شطيبه والسميه ديال السنتر بارتو. واش تيلا بغيتي تصاور ديالو تنعلقوهم في التوليات؟ حنا موجودين. خادم الساهر انا اكل شنطي. انت دابا راك وعارتي والفرقه اللي كنتي كتلعب معها عنساها. شي الهضره اللي كيقول لك ساكوي دابا ما فيهاش تخرجيش. ومع من خاصني نلعب؟ شوف لك شي فرقه برا بحال الالمان الانجليز الاسبانيون. لا ما يمكنش. علاش؟ ما يمكنش اصاحبي. حتى علاش؟ واش انا نهار وما طال كنشرب اتاي وناكل الخبز وباغي نربي ركابي باش نلعب برا؟ غنقول لك واحد السر. اما هو رونالدو دار العمليه هنا. كتعرف ميسي؟ صايبو. كان عقلين. هذيك الغرفه حنا جبدناها. الا بغيت نمشي عاد واش ندير؟ اعطيني 40,000 ولا عليك. اش هذاك؟ مولشي ما يتبعنيش. بينك وبينو شي كونترا؟ والو. هزوا الماء وضربوا الدو. الدين الاسبانيول. كاينين تما ولاد الدم. احسن ما فكرتي هي الاسبانيول. قول لي علاش؟ علاش؟ لا ليغا ديال الاسبانيول عندي في جيبي. شنو هو الدري؟ داه 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 يجربوه في طريق يشوفوه واش كيجر اليمن ولا اليسر ولا بغيت نشوفه دابا. توحشوه عيوني. انت اش تقول؟ كنرد عليك الكونار. هو جا هو جا. انا علاش درت الدري؟ لا 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 ديما شجع المريض. دابا هما دابا هو العملية الجراحية كل كيلات بنجاح ودابا الآن المريض ديالك في فترة نقاهة. يمكن لي يديه تفوت النقاهة. معلوم معلوم. تفضل تفضل تفضل. الله يديكم على خير. اه دوز الستاسيون قلب لي البرد. دير لي 200 في كل رجل. كون هاني. قول لي يا وليدي البلازما ديال الكلينيك. السيدة أنا قزرت لي غير رجل وحدة اليمنى. اش توقع لي أسرة؟ انا بغيت نسييه مشينا في 120 وليني طاح ليا من الكروسه. وعلاش طلقت يدك من الكيدون؟ كانت دوره وكان براش. وليني ديته عند العياش الكويت. كويت ليه رجل اخرى. باش كويتي ليه فلوسي؟ هذيك فتره الناقه عندك زوينه. هو اللي بغى بقى يقلب عليها حتى نقاها. ارجو شدي. ها نمشي بهاليك ونبدل السكنة ونبدل وجهي. نوض. اخويا الثمن اللي قلت لي رسختني. سكت كت سكت كت. جايبالي الخادير واللي تسمع صوتك بلوك. كان كويلي يعرف الحشمه كان ميع ليه السلوك. عطري في التاجال ودي خياته الهتوف. وبلي مصيد الحاجات والقنيه والحلوف. الله يرزقنا حلال انا عندي ظروف.